في عيد الأضحى المبارك تعمل ربات المنزل لتجهيز وتحضير بعض أصناف الحلويات والمعجنات في منزلهم، والتي تتميز بسهولة تحضيرها وطعمها المميز المالح والحلو، ويتم تحضيرها بطرق مختلفة تتبعها ربة المنزل. في معجنات كتير طيبة ولذيذة، معجنات العيد كتير، في أنواع طيبة بتقدر أي ست بيت تقدر تصنعها على إيدها. طبعا في مواد متوفرة في السوق، مواد أسعارها مقبولة، منها الغريبة، المعمول، العجوة، الكعك، كعك العيد، المالح، الحلو، بسمنة العربية، فيها تدخل السمنة العربية، فيها الحيوانية، المعمول بالجوز، بالفستق الحلبي، الكرابيج، فيه عدة أصناف طيبة ولذيذة. هي إحدى النساء اللواتي امتهن صناعة المعجنات في ظل جائحة كورونا، فعملت على صناعة معجنات متنوعة في مطبخها وبطريقة بسيطة وبأسعار مقبولة مع الوضع الاقتصادي الحالي للعائلات، مما يوفر عليهم ويغنيهم عن حلويات السوق. في ظل الوضع الصحي حبيت أساوي معجنات العيد، مو بس لبيتي، لأولادي طبعا، لأي حدا بتواصل معي. سويت معجنات العيد، منها الغريبة، العجوة، المعمول، الكعك، طبعا كل نوع وله قالبه الخاص فيه، بيتعرض لدرجة الحرارة، كل نوع له درجة حرارة معينة إلها. في ظل الوضع الاقتصادي اللي عم يمر بهذا البلد، بتقدر كل ست بيت تظبطها في بيتها، بصنعة، بمطبخها، بطعم الطيب. طبعا بيحتاج لخبرة. تعتبر صناعة الحلويات في المنزل وبمشاركة العائلة من طقوس العيد، وخاصة أنها تمتاز بطريقتها البسيطة ونكهتها الخاصة. من نبل والزهراء، مصطفى كوسة، الإخبارية السورية.